ناجحي 48 سنة سائق سيارة إسعاف جامعة سيدي بومهدي البروش. والدينا ربونا على الاستقامة وعلى الاعتماد على النفس، ما نتعلموش نسرقوا، ما نحارفوش، ما نمشيوش في الطريق اللي هي خايبة، نحاولوا نحتاربوا الكبار منا، وعلمونا على باش بالنصائح ديال باش نقراو وباش نتبعوا الدراسة ديالنا باش ما نخافوش على وقت اخر. السلام ضعف سي محمد طريده ندمت ما كملتش القرايه ديالي ومشيت بديت كنتراسل بمراسله مع مدرسه في باب العلو في الرباط، كنصيفط لهم الفلوس وكيصيفطوا لي الدرس، بقيت كملت معاهم حتى خديت ديبلوم بالمراسله اللي هو اللي نفعني خدمت به، والحمد لله من يعني درنا باش ناكلوا خبيز مع الوليدات، ولكن دابا كنحاول ما امكن ان داك الندم اللي ندمت عليه اللي شفت اصحابي دابا كنتلاقى معاهم وكنشوفهم اساتذه قودات محامون، بغيت ولادي حتى هما يكونوا بحال هكاك. حنا بغيناهم يراجعوا القرايه ديال العقوبه ديال الستيلوات اللي كانوا يكتبوا العقوبه ديال 1000 مره و100 مره، وبغينا ترجع ديك القرايه الاولى اللي كانت. كان المعلم الا ما كانش عندك الخط مزيان كيقول لك اجي كتب لي الرحمن، صوره الرحمن كتبها لي على واحد 100 مره، كتمشي كتبقى تكتب، هو حنا كنصعبوا ديك العقوبه واش كيعطيوها لينا عقوبه، وهي لا، هي راه ماشي عقوبه، هي راها تمرين، كتعلم كيفاش تكتب الخط ديالك، كتعلم كيفاش يعني قرايه مدوبله. صافي كتبتي ديك اللي ديال ديك النهار اللي قلت لك ها كتبتي 10 المرات كنت تديوه كتبتي. بالنسبه للتعليم كنصح الاساتذه رجال التعليم، مع تحياتي لهم كافه رجال التعليم المغرب كامل، باش يتصاحبوا مع الوليدات وما يعنفوهمش، وحنا كاباء ما نوصي وليداتنا ما يحترموا الاستاذ، لان كاد المعلم ان يكون رسولا.